طيب، استئناف مباريات دوري الأبطال وانطلاقة الأهلي حامل اللقب هذه البطولة الغالية هتكون يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي بإذن الله الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، مواجهة مع استاد أبيجان، هذا الفريق اللي بالتأكيد بيطمح في تحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال إفريقيا مع مدير فني صغير في السن. انت بتتكلم على الفرنسي ألكسندر لافيت، عنده 27 سنة، تجربة ممكن تكون ملهمة للكرة الإفريقية في السنوات المقبلة. ولكن كنا حريصين في برنامج الترند على اللقاء والاتصال بالمدير الفني الفرنسي لفريق استاد أبيجان قبل الوصول للقاهرة وقبل خوض أولى مبارياته في دوري الأبطال أمام فريق النادي الأهلي، خاصة أن هذا المدرب كان كل شغله وعمله في الفترات السابقة فريق الشباب في باريس سان جيرمان وعدد من الأندية على مستوى الكرة النسائية، ولكن على المستوى الإفريقي بداية يعني ممكن تكون جيدة بالنسبة له، بيدرب فريق من الكوت ديفوار. تعالوا نسمع ونشوف تصريحات ألكسندر لافيد خاص وحصري لبرنامج الترند وكيف يفكر في مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، نتابع. فيما يخص القرعة نرى أننا وقعنا في مجموعة بها فرق كبيرة، ونعلم أننا سوف نواجه الأهلي حامل اللقب. بالنسبة لنا هذا أمر باعث على الفخر، ولدينا الطموح والرغبة في أن نواجه كل منافس لنا بهدف أن نكون أول هذه المجموعة. نعلم أن ذلك تحدي كبير وصعب، ولكن نحن سعداء جدا بالمشاركة في هذه المسابقة، ولهذا السبب نحن ذهبنا للعب في دوري أبطال أفريقيا. لا، حينما رأينا أن الأهلي معنا في نفس المجموعة لم نشعر بالخوف، بالعكس نحن نلعب في دوري الأبطال لكي نواجه الفرق الأفضل في القارة، ثم أنه ليس نحن من يضع القرعة. كما تعلمون فإن فريقنا لم يلعب في دوري أبطال أفريقيا منذ أكثر من 50 عاما، وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجه فرق كبيرة ولا سيما الأهلي. وحينما نلعب أمام الأهلي فإننا سوف نأتي إلى القاهرة لكي نحصل على نقطة على الأقل. فريق الأهلي لديه القدرة على الدفاع بشكل جيد وعلى التنظيم أيضا بشكل جيد، والفريق لديه مهارات فردية رائعة يمكنها أن تصنع الفارق، ولديهم القدرة على التنظيم والتمركز بأكثر من طريقة على أرضية الميدان. لديهم حارس مرمى على مستوى عالي جدا، وأيضا مهاجم مثير جدا للاهتمام، وخط وسط به محوري ارتكاز يؤدون أدوارا تكتيكية رائعة وفنية أيضا. إن فريق الأهلي في المجمل فريق متكامل حقيقة الأمر. بالتأكيد طموحنا هو أن نكون فعالين في هذه البطولة، ولدينا لاعبين يعرفون هذه النوعية من التحديات. وبالنسبة لي على المستوى الشخصي كوني المدرب أصغر سنا في هذه المسابقة فإن هذا فخر بالنسبة لي، ويدفعنا جميعا لتحقيق المفاجأة في هذه البطولة. نعم، نستعد للمباراة بشكل اعتيادي، وكما تعلمون فإننا الآن في لحظة توقف دولي وننتظر عودة بعض اللاعبين. سنصل إلى القاهرة في نهاية هذا الأسبوع لكي نتحضر بشكل أفضل للمواجهة. كما تعلمون فإنه من عام لآخر تتباين مستويات الفرق، ولكن بالضرورة من يرى هذه المجموعة يقول أن الأهلي وأورلاندو بايرتس هما المرشحان للتأهل، ولكن نحن لدينا الطموح للتأهل عن هذه المجموعة، وسوف نفعل كل ما بوسعنا لكي نحقق هذا التأهل. حقيقة الأمر أرى أن فريق الأهلي لديه المواهب والإمكانية على الفوز بهذا اللقب. لديهم لاعبون يعملون بطريقة تؤهلهم لإحراز الألقاب دوما، ولكن كما تعلمون فإن دوري الأبطال هو طريق طويل وكل خطوة فيه مهمة، وفي عالم كرة القدم كل شيء وارد.